اهلا بكم مشاهدينا، لقاء بيتجدد وفقره جديده من فقرات العياده والازوسبرميا او انعدام الحيوانات المنويه اللي بتحصل او بتصيب عدد من الرجال، وبالتالي بيكون عنده قله خصوبه وبالتالي تاخر الانجاب. لما بيكون اثناء يعني بروسس التشخيص للانعدام، عشان يبقى معروف اذا كان في انعدام ولا لا، بيبقى في حاجه اسمها تحليل السائل المنوي. هل لو من اول مره طلع انه النتيجه صفر، مفيش حيوانات منويه، هل كده خلاص مفيش امل؟ هل مفيش علاج؟ ده اللي هنتكلم عنه النهارده، زياده فرص نجاح علاج انعدام الحيوانات المنويه، مع دكتور احمد عصمت، استشاري جراحه الذكوره وتاخر الانجاب والضعف الجنسي بمركز مصر للذكوره. اهلا بيك يا دكتور احمد. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. انعدام بيبقى طبعا اول ما المريض بيسمع معلومه زي دي عنه بيتخض، تبقى حاجه غريبه اكيد. يعني ليه صح؟ صدمه طبعا بتبقى في الاسره كلها. بالظبط. يعني ايه بتشخصوها ازاي؟ انعدام الحيوانات المنويه يعني ان انا عملت تحليلين سائل منوي في مكان متخصص ما ظهرش فيه اي حيوان منوي في التحليلين. لو حتى ظهر عدد قليل ده مش مريض انعدام حيوانات منويه. انا تحليلين ما ظهرش فيهم اي عدد من الحيوانات المنويه، المريض ده كده بيتشخص ان هو مريض انعدام حيوانات منويه. الشريحه دي من المرضى بنقسمها لنوعين، يا اما الانعدام ده نتيجه وجود انسداد، يعني حاجه منع خروج الحيوانات المنويه، وده اسهل حاجه بتتعالج. والجزء الثاني ان انا عندي فشل وظيفي او خلل مؤثر على الخصيه، والخلل ده خلى الخصيه ما بتنتجش حيوانات منويه في السائل. مرضى كتير بتبقى متخيله ان انا لو ما فيش حيوانات منويه في التحليل فمعنى كده ان ما فيش حيوانات منويه في الخصيه. لا، ممكن يكون في حيوانات منويه موجوده في الخصيه بس عددها مش كافي ان هو يطلع في تحليل السائل المنوي. فبالتالي دول النوعين، المرضى الانعدام. ومريض الانعدام هو بيمثل حوالي 1%، يعني 1% من الرجاله على مستوى العالم مصاب عندهم انعدام، انعدام حيوانات منويه في الخصيه. بيمثلوا الشريحه دي في مرضى تاخر الانجاب حوالي 20%، يعني احنا قلنا الدوالي 15% و40% في العياده. لا، مرضى الانعدام عدد المرضى اقل، 15% بيمثلوا حوالي 20% من مرضى تاخر الانجاب. هل دي بتفرق يا دكتور؟ يعني الانواع دي طبعا. ده اول خطوه في علاج مريض انعدام الحيوانات المنويه ان انا اعرف الفرق ده هو نوع ايه. هو نوع إيه؟ هل ده مريض انسداد؟ لان لو مريض انسداد الاجراء الجراحي او يعني علاجه بيبقى بسيط جدا، سواء ان انت عن طريق المنظار بنشيل الانسداد ده، او لو الانسداد موجود بطريقه صعبه ما ينفعش يتعالج سواء توصيل او كده، العمليه دي ما جابتش نتائج قويه، يعني المريض ده بياخد عينه بسيطه جدا من الخصيه وعن طريق الحقن المجهري ربنا بيرزقه. فالشريحه دي بتكون مهمه جدا في التشخيص من الاول، لان هي هتجنب المريض فحوصات وتكاليف اعلى على مستوى الجراحات، وبتطمني حتى المريض ان انت ده انسداد وبسهوله جدا هنلاقي حيوانات منويه. الاصعب والاهم في التشخيص هو المريض اللي ما عندوش حيوانات منويه نتيجه فشل وظيفي في الخصيه. وده بيمثل حتى القطاع الاكبر في مرضى انعدام الحيوانات المنويه، يعني لو قلنا 40% انسداد دول بيمثلوا 60% من المرضى. طيب ليه ممكن الخصيه دي توصل ان هي ما بتطلعش حيوانات منويه في السائل المنوي؟ اول حاجه واهم حاجه المتعارف عليها ان ساعات بيكون في خلل جيني موجود، يعني المريض عنده خلل جيني على مستوى الخصيه مانع تكوين الحيوانات المنويه، ومانع ان هي يعني حتى لو اتكونت ما تتكونش بشكل كامل. التعرض للخصيه نفسها العوامل الخارجيه زي العلاج الكيميائي او الاشعاعي، وجود دوالي على الخصيه من الاسباب اللي ممكن وبالذات في الدرجات العاليه توصل المريض ان هو يبقى عنده انعدام في الحيوانات المنويه. المرضى اللي عندها خلل هرموني زي ما اتفقنا، وبالذات مش على مستوى، بناكد دايما مش على مستوى هرمون الاف اس اتش، هرمون الاف اس اتش هو مؤشر ان انا الخصيه عندي فيها مشكله، لان برضو من الممارسات اللي احنا بنشوفها ان ساعات بيبقى التارجت من علاج المريض ان هو عايز يعالج له هرمون الاف اس اتش. لا، احنا ما بنعالجش ارتفاع هرمون الاف اس اتش، بالعكس ارتفاع هرمون الاف اس اتش ده ساعات بيبقى مؤشر ان انا لو دخلت في التوقيت ده ادور على حيوانات منويه بيكون الفرص النجاح افضل.
اللي بنعالجه في الحالات دي هو اللي بيهمنا هرمون الذكورة. الذكورة. ودايما بنأكد على الموضوع ده، مستوى هرمون الذكورة مش في الدم بس، في الأنسجة الخصية نفسها هو المؤشر الرئيسي في تحديد إذا كان الحمل المنوي ده هيتكون ولا لا. طريقة طبعا رفع هرمون الذكورة دي مهمة جدا، يعني لازم تكون بطريقة غير مباشرة وعن طريق أدوية معينة بنبتدي نرفع هرمون الذكورة، لكن أنا مش هدفي أن أنا أقلل الإفسج. خلل تاني برضو هرمون اللبن، ساعات لما بيرتفع برضو ده ممكن يؤدي أن الخصية ما تنتجش حيوانات منوية. فخلل هرموني كتير، أنواع كتير، طبعا أهمهم هو اقل انتشارا بس مهم جدا اللي هو يكون في مشكله على مستوى الغده النخاميه، يعني الغده النخاميه نفسها ما بتفرزش الهرمونات اللي بتنشط الخصيه عشان تكون حيوانات منوية. طب هنا يا دكتور، لان حضرتك اتكلمت في النقطه دي كذا مره، اللي هو هرمون الذكوره، يعني لو هو بمعدله الطبيعي ولكن في ارتفاع في معدل الانوثه والاف اس اتش، ما بتجوش ناحيتهم؟ لا طبعا، ده يعني سؤال مهم جدا. العلاقه والنسبه ما بين هرمون الذكورة وهرمون الأنوثة من أهم الأمراض اللي لازم تتعالج في مريض تأخر الإنجاب. اتعملت دراسات عشان يقارنوا ما بين مقارنة ما بين هرمون الذكورة ومدى ارتفاع هرمون الأنوثة. لقوا إن كل ما قدرنا إن إحنا نقلل الارتفاع هرمون الأنوثة ده بقى بيفرق جدا في تكوين وظهور حيوانات منوية عند المرضى. وحتى كان العلاج الهرموني كان في فترات قديمة كان عليه خلاف، يعني المريض بيروح انت مفيش حاجه اسمها علاج، انت عندك انعدام بكره الصبح انت هتيجي تعمل عينه خصيه. والممارسه دي من يعني اخطر الممارسات، وبنشوفها اكتر مع المرضى غير المصريين. المرضى اللي بيبقوا جايين يتعالجوا معانا من بره مصر بيبقوا للاسف نازلين اجازه صغيره، عايز يخلص حاجته في وقت قليل. المرضى نفسها تسمع، يعني انا يعني هو شخص ان هو عنده ما عندوش حالات منويه في التحليل، بيبقى عايز يعرف طب انا ممكن عن طريق التحاليل دي اعرف ان انا عندي حيوانات منويه جوه الخصيه ولا لا قبل ما يعمل حتى العمليه. دراسات كتيره نفسها تجاوب على السؤال ده، هل في حاجه تاكد لنا في حيوانات منويه قبل ما ندخل المريض يعمل عينه ولا لا؟ للاسف اغلبها ما اثبتش فعاليه، يعني ما ينفعش المريض يقول اصل انا حجم الخصيه صغير فانا مش هلاقي حيوانات منويه. ما ينفعش يقول اصل انا عملت هرمون الاف اس اتش لقيته عالي فانا مش هلاقي حيوانات منويه. ما ينفعش يلاقي ان هو عنده نقص معين او ارتفاع معين في مستوى هرمون الاف اس اتش يقول انا كده مش هلاقي حيوانات منويه. كل دي مؤشرات لوجود مشكله، يعني انا تعبان فسخن، السخونيه عرض للمشكله نفسها لكن مش هي السبب المرض نفسه. فبالتالي كل ما انا قدرت اشخص المريض وان هو يتحضر قبل ما يعمل عينه الخصيه
كل ده ما بيفرق جدا في نتيجة أو إن المريض ده فعلا يلاقي حيوانات منوية قبل كده. بنزود فرص النجاح زي ما قلنا. في يعني مؤخرا بدأت تظهر أبحاث جينية كده معينة، لسه جزء منها يعني أثبت يعني كفاءة وجزء لسه تحت الدراسات. الجزء اللي أثبت كفاءة اللي هو المايكرو ديليشن في الواي كروموزوم، ده الكروموزوم الذكوري، يعني عشان أكون جنين ذكر أنا محتاج الواي كروموزوم. فلقوا المرضى اللي عندهم من أدم حيوانات منوية عندهم جزء معين من الواي كروموزوم ده فيه مشكلة، فبالتالي ما بيطلعش حيوانات منوية. طيب هل كل الأنواع دي تمنع إن المريض ده ما يكونش حيوانات منوية؟ لا، في نوعين معينين دول المريض بتبقى فرصته يعني للأسف تكاد تكون منعدمة إنه يلاقي حيوانات منوية، لكن عند نوع معين لا، المريض ده بيبقى فرصته ممتازة جدا إنه يلاقي حيوانات منوية. والسؤال ده بيهم جدا المرضى اللي هو مش أول مرة يعمل عينة، يعني دايما لو المريض ما عملش المرضى، يعني عندنا عدد كبير جدا من النوعية دي من المرضى وبدأنا نديهم علاجات وبدأت الاستجابة تظهر، فبدأنا بنتكلم ان لا، العلاج الهرموني جزء مهم جدا من التشخيص ومن العلاج. فالنقطة الثانية اللي هو المكان، المكان ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن مايكروسكوب بتقنية معينة بنستخدمها عشان ندور على البؤر المنوية اللي احنا هدفنا نلاقي فيها حيوانات منوية، ودكتور طبعا بيشتغل النوعية دي من العمليات، والجزء المهم الكبير جدا المعمل. المعمل أنا ممكن نفس الدكتور ونفس الميكروسكوب ونفس المريض يعمل عينة وما يلاقيش. ليه؟ لأن المعمل ما قدرش يشوف، لأنه متوقف على العامل الشخصي. فكل ما كان المعمل قوي والدكاترة اللي فيه بتتعامل مع لأن المرض ده حساس جدا، انت بتقولي المريض ده مش هتخلف تاني، كل ما بيكون هو كين يعني في دكاتره في المعمل ممكن يعني يقعد يدور، يعني زي ما بيقول بيدور بضمير يعني. لان فعلا بتفرق في النتائج. فالميكروسكوب، تحضير المريض، المعمل، كل دي حاجات مهمه جدا قبل ما نبتدي ندخل في عمليه المسح الميكروسكوب. يعني طبعا لما بنسمع الكلام ده والطرق العلاج دي والتشخيص ده والإصرار للحل دايما بيجي في دماغنا انه ما عادش فيه مستحيل، انه ممكن حد نقول له والله ما فيش امل خالص يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى. طبعا لا، حضرتك بتقول انه طبعا الانجاب يعني انا نسبه ان حد يكون مش بيخلف اللي بيخلف اصبحت لا، هي انا هقول لك على حاجه. احنا عندنا في تخصصنا جزئين، جزء امراض الذكوره اللي هو ضعف الانتصاب والرغبه والكلام ده، والجزء الثاني اللي هو تاخر الانجاب.
مرضى تاخر يعني اللي عندهم مشاكل على مستوى الذكوره دول ايا كانت المشكله ايه بقى ليها حل بتتحل دي خلاص دي لسه الصراحه على مستوى تاخر الانجاب لان هو طبعا يعني قدره ربنا وهو فعلا ده رزق زي الفلوس فده رزق برضه في بعض المرضى احنا ما بنقدرش يعني كان زماننا يعني بنعالج مفيش دكتور على ومفيش مركز على مستوى العالم مهما كانت التقنيات اللي عنده يقدر يعالج كل مرضى تاخر الانجاب لكن اللي يهمني ان انا ما اذيش المريض يعني انا المريض اللي عمل عينه عاديه للخصر انت متخيله ان المريض ده في الوقت الحالي يعني ان فرصته بقت عامله زي فرصته اقل يعني نسبه نجاح المسح الميكروسكوبي وصلت ل 50 و60% الطريقه العاديه 10 و20% غير بقى الضرر اللي بيجي على الخصر من المضاعفات اللي بتبقى بعد يعني كده. احنا بنشكرك يا دكتور شكرا جزيلا. وجودك معانا دكتور احمد عصمت استشاري جراحه الذكوره وتاخر الانجاب والضعف الجنسي بمركز مصر للذكوره وبنشكركم كمان مشاهدينا على متابعتكم لينا ودايما خليكم معانا في العياد على قناه الحياه.